اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. يعني بصراحه للفن والفنانين والالحان والذوق العام بصوره عامه حصه كبيره نحاول نخليها في هذا البرنامج، نحاول نستضيف اكثر من فنان له تاريخه يعكس صوره الايام قبل مثل ما يقولون، الذوق اللي كنا احنا يعني نفتخر به، نقول ايام قبل كانت الالحان تختلف، الكلمات تختلف، الاذن الموسيقيه للمتلقي ما ادري اصابها الكورونا ما نعرف، قلنا بصراحه حتى الاشياء اللي نسمعها ندوخ، نقول احنا شو صارين نسمع اشياء هابطه نوعا ما، غير المعلومات والكلام اللي يصير بمواقع التواصل الاجتماعي على يعني انه انخفض الذوق العام بصوره عامه. يعني الفنان المشكله اللي احنا المشكله بينا، الذوق العام اختلف، الفنان قام ما يبدع، اذن الموسيقيه بيها مشكله. هذا السؤال بصراحه يدور ببال الجميع. فالان بضيافتنا الاستاذ طبعا الفنان يوسف توزة، اهلا مرحبا بك، نورتنا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. بدايه احنا عندنا اليوم اسئله هوايه بصراحه، ومن نشوف العود بصراحه هذا نقوم حتى ما نريد نسال، نريد نسمع. ان شاء الله انا ما عندي شيء، خذ راحتكم. يا اهلا وسهلا بك. بدايه المشاهد المتابع يريد يعرف منو الفنان يوسف توزة، تعريف بسيط لحضرتك. انا موسيقي من الموصل. بديت سنه 85. نعم. كهاوي يعني. وسبحان الله من تستمر الهواية مع الإنسان استمر في الهواية ويعني قدرت إنه أحقق شيء يعني ولو بسيط على قدي يعني، لكن حققنا شيء إن شاء الله. طيب أستاذ أريد نسألك عن رأيك بالموسيقى بصورة عامة. يعني رأيي ما راح يزيد على شكسبير اللي يقول الموسيقى غذاء الروح. أكيد طبعاً. ما راح يزيد شيء. أكيد طبعاً. طيب بس بصورة عامة إحنا نريد نحكي على الهبوط بالمستوى. هو هبوط بمستوى الفنانين، العازفين، المطربين، أصواتهم هابطة. عفواً يعني لحنكم أنتم اللي تعزفوه هابط. أذاننا إحنا قمنا ندور أمور هابطة. إذا تشوف مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، القنوات الفضائية، الصحف، المجلات، المواقع الإلكترونية تنادي بهبوط الذوق العام، تقول إنه أنتوا الفنانين العراقيين بصورة عامة حتى بالوطن العربي يعني هناك هبوط، يدورون مشاهدات، يدورون اللحن اللي يضرب، يدورون اللحن اللي أنت إذا سمعته مرة واحدة راح يظل بذاكرتك. فاليوم إحنا نسأل حضرتك باعتبارك موسيقي ويعني هذا مجالك، وين المشكلة بينا لو بيكم؟ المشكلة لا بينا ولا بيكم. راح أجاوبك من شقين. زين. أولاً هذا الوقت ماكو شيء اسمه لحن يضرب. أكو لحن كوميدي اللي هو صمون 10 بلد. للضحكة. يعني وصلتك. للضحكة. وكما يقال إنه شر البلية ما يضحك. أيه. أنت ممكن تضحك عليها فحفظتها. وأنا لأن انقهرت وين وصلنا؟ ايضا حفظتها. والثالث الشاب المراهق اللي انحركت رجليه حتى يرقص بالضبط. هذا شق. الشق الثاني سبب الانحدار هو سبب علمي. زين. اكو ربط، وانا دائما يعني قايلها بعده لقاءات، اكو ربط بين المنظومه الخلقيه والمنظومه السياسيه والمنظومه الفنيه. هذول الثلاثه يصيرون سبب. ليش؟ الشاعر من يجي يكتب، خليني أقول سابقا ايش كتب؟ كتب فوق النخل فوق خدك لمع، يعني لمعة الخد كأنها القمر فوق. هاي أخلاق الشارع اللي موجودة. هو الشاعر شاف والشاب واقف وبنية الشناشيل فرأت له هاي الفكرة أنه لمع الخد باحترام، يعني طريقة التفكير واحترام، فكتب ولحنت وغنيت. اليوم شكو بالشارع حتى يعني لسان حال الشارع، شنو اللي راح يحكيه الشاعر؟ زين. شاف ولد بده يتحارش ببنيه، بسمس قال لها، سواها بسمس مية صار مية وصارت اغنية. المنظومة الخلقية والمنظومة السياسية، شوف الربط. يعني الشاب كان واقف يتأمل شابة وباحترام، اليوم الشاب يقول لها بسمس مية حتى تنتبه له. هنا التدني من الشارع. منين يجي شيء التدني الشارع الخلقي؟ من المنظومه السياسيه. احنا بالستينات والخمسينات وين كنا؟ كوطن عربي كله. شو كانت سياساتنا؟ شو كانت قياداتنا؟
وشون اندهرجت وين وصلنا هسه وشون تريد الاغنيه تبقى واللحن يبقى كما هو. فماذا نبنى؟ نبنى بالسياسه. يعني ماذا نبني احنا كمتابعين ومستمعين وعندنا نوعا ما اذن موسيقيه وذواقين، ولا انتم قمتم تعرفون تلحنون كملحنين وفنانين؟ انا يجيني شعر اريكم، ما اني اظل يعني الحن لسه فاكر مره لك ما ممكن. لازم تجيب شعر جديد. الشاعر لا اراديا يكتب ما يشوفه. حلو. طيب بالحديث عن لسه فاكر يعني شنو تقدر تسمعنا؟ والله انا اسمعك لسه فاكر، لكن الاخ المخرج شنو راد؟ راد احنا ننصاع لاوامر المخرجين. يعني اوفك من هذا كله ما يفيد بعد. كله يفيد. انا بانتظارك يمكن؟ لا نسمع انا بانتظارك، كلنا سماعك. طيب أستاذ عندي سؤال اليوم. نعم. اليوم كل شيء يعني مثل ما نعرف كل شيء صار يمشي بالواسطة. أي. هذا الشيء إحنا كليتنا نعرفه، أي شيء عندنا بالواسطة يمشي. هل الفن بواسطة؟ كل شيء بالحياة ممكن يصير بالواسطة وبالكذب. نعم. إلا الفن. الفن شلون يقيم؟ خلينا نقول الطبيب يقيمه طبيب. طبعاً. والمهندس قيمه لجنة. أكيد. الفن من حق أي إنسان يقيمه من الطفل إلى الدكتور، يعني كل شرائح المجتمع قيم الفن. فإذا أنا يعني سويت واسطة وكذبت على شريحة مستحيل راح يصدقني أي أحد من شرائح البقية. يعني مثلا بواسطة وظهرت في مسلسل أنا أو مثلا ظهرت على مسرح وأكو فد 400-500 متلقي من الجمهور، ما راح اقنع اثنين، ما راح اكيد طبعا. فاذا ما ممكن واسطه بالفن. اكيد. مع يعني الكثير من الفنانين المطربين مرات لما يصير اكو انترفيو وياهم مرات يتهمون بعض الفنانين الاخرين زملائهم انه هو هذا فلان جايب الواسطه، فلان ممكن ماخذ اللحن من الفنان الفلاني، بالتالي هو وصل وصل وصل. الصدفه ما تلعب دور بنجاح الفنان؟ مو صدفة. حقيقة هي هاي شماعة ونعلق عليها أخطائنا. زين. أنا سنة 94 تركت العزف. يعني أنا كنت عازف وفرق بالموصل، صار الظروف والحصار وكذا تركت العزف. فمن رجعت بال 2014 رجعت، طبعاً هاي الفترة بقت للأصدقاء بالحفلات الأقارب. من رجعت أنا بمستواي القديمة 94، يعني العازفين كانوا طوروا. يجب أنه أني تسوي أبديت مو؟ حتى ألحق الركب من قطار حفوته بالضبط. فكان يطلب مني أن أعمل لقاءات، ما كنت أقبل لأنه ما عندي شيء أقدمه. حتى طبعاً بذات الوقت أنا كنت أقدر يعني أنه أقول فلان والعازفين الفلانيين وفلان مطرب وفلان مطرب أنه صدفة وأخذ لحن ونجح باللحن وأكسر بالآخرين. والحقيقة هي ماكو كذب بالفن.
القيصر. لو ما صار لو ما استحق قيصر ما كان صار قيصر. طيب بس يعني سؤالي من كلامك 2014 رجعت مره ثانيه بعد ما تركت بال94 اي 2014 يعني بالموصل كانت الدنيا مختلفة. هو احنا يعني 2005 الناس تترك بال 2014 لا انت تمام داعش وممنوع الحلاق واللي يلبس احمر والفنان يكتلوه على مود العود مالته. انت رجعتك يعني بوقت. انا من 2005 تركت الموصل طلعت الى قرقوش منطقه قريبه من الموصل كانت امنه. فمن دخل داعش بال 2014 جينا هنا على اربيل زين والتقيت بالفنان كبير عامر يونس بدأ مشوار يعني معنا تقريبا 6 سنوات تحياتنا اكيد للفنان عامر يونس فهنا رجعت بدأ مشوار الثاني بذات الوقت سويت حدود 3 إلى 4 دورات موسيقية هذا الابديت اللي حكينا عنه هذا الابديت خرجت حدود 40 إلى 50 عازف من عدد المنفرد اللي كنت ما شاء الله بسوق. طيب فسبحان الله أرادوا بنا شرا كان خيرا. طيب انتوا عندكم هاي النوتات والسلم الموسيقي اللي تنكتب قدامكم وتعزفون على اساسها يعني تعزف بكيفك. مرات الفنان يرتجل يعني شفنا اكثر من مسرحيه لعادل امام اكو فد مشاهد يقول لك هذا المشهد اللي ارتجل به عادل امام خرج عن النص خرج عن المكتوب. العازف هم يقدر يرتجل؟ شوف خلي اجاوبك على شوي شوي ليش سموا الموسيقى لغه العالم؟ كل يفهم لانه ممكن هسه تجيب موسيقي هندي وانجليزي وكردي وعربي واحنا الاربعه ما نقدر نحكي بس اذا قرينا النوطه راح نعزف كلنا سوا هاي النوطه زين هاي اللغه العالميه اوكي الارتجال الارتجال هو مرحله يصلها العازف انه يتكلم ما في داخله باصابعه. حلو. يعني انا في موقف حزين ومعصور الم امسك الاله امسك عودي يطلع هذا الالم مني بدون ما احس. المتلقي راح يحس انه اكو الم. صار كلامي؟ ترجم لي سؤالي. اي ما هو الارتجال؟ تمام. الارتجال هو مشاعري تطلع بالآلة. إن شاء الله تكون مشاعرك مضايج من عندنا هنا. أرد أسألك أكو لحن أنت تحبه يعني لحن يهزك؟ بيتهوفن عنده جملة جميلة جدا يقول الموسيقى تسر كل إنسان سر خاص. يعني أحيانا أنه يعني ما أشوفه أنا مريح للنفسية اللحن اللي أنا أشوفه مريح للنفسية أنت تشوفينه شجن ممكن يثير عاطفة تسار عبد الله. فالسر هي كل انسان سر خاص. اكو لحن ما مطروق كثير مال فيروز هذا يحسسني عده احاسيس احس معانه بالبراءه واحس معانه بالحب واحس معانه
هكذا احس نفسي اطير لما اسمعه او اعزف. لحن جدا جميل. كن سمعتمون انتم هاي اغنية كلماتها جدا راقية يعني تقول بيت الحبيب ما اجمل فعلا يعني مو الكل سامعها. مرات لما تشوف واحد هيك صافن على مكتبه بشغله ودايخ وحاطيده على راسه ويقول له شنو انت تتحب تدايخ مسطور يروح يطب يطلع يقول له شنو انت شبيك تتحب دايخ موعدك متاخر نفسك مخربط أكله قليل شو تحب أنت شو مضروب على رأسك مو هيك يقولون الفنان شنو علاقته ويا الحب الحب يرفع من شأن الفنان يخليه يأدي بالعكس يدمر موهبته. شوف أكو مفهوم خاطئ لدى الغالبية من ينظرون للفنان ومباشرة يعني أكيد هذا فنان لازم يحب أو حب أو ويتبادر للذهن حب الرجل للمرأة أو المرأة للرجل هذا لين فنان. والحقيقة هذا نوع من أنواع الحب. الحب الحقيقي اللي يدفع الفنان عندي يعني أنا دائما أحيانا الأصدقاء يختلفون معي بهذا الموضوع ما أعرف ليش بس هي حقيقة إحساسي يعني زي. أنا أحيانا الإنسان اللي يمشي بالشارع ما أعرف ولا أعرف اسمه أحس إني أحبه وأحس إني إذا طلب مني اي شيء اقدر اقدمه اقدم له هو. الصبح من اشوف الشمس اشعر بسعاده حب ما طبيعي. اذا شفت شجره او شفت حيوان يتمشى اشعر بالحب. ما بالضروره الحب هذا اللي انه قاعد على المكتب ويتامل والحبيبه ما ممكن الحبيبه تكون الحياه. وممكن الحبيب هو هذا الهواء الجميل. ممكن ينعصر قلبك اذا شفت صوت اسعاف مثلا بيها مريض تتخيل انه هذا بده يتالم انت في حاله حب اكيد صح. هذا الحب من يكون عند انسان واذا كان فنان يخلق شيء. يعني فعلا يقول لك الفنان لازم يكون احساسه مرهف هو هذا يعني الإحساس. يعني يحس اكثر من الشخص الطبيعي بالضبط يحس بالشجره يحس بالشمس يحس بالعصفور هذا العطشان بيجي هذا الكلب كل شيء تمام. انا ما اقدر اشوف طفل يبكي او امراه تبكي ايا كان بس ما بالضروره انه يكون الحب هو طبعا. الرجل والمراه والمراه والرجل يعني احنا بصراحه الوقت داهمنا ولكن قاعده وياك حلوه ان شاء الله نشوفك بلقاءات ثانيه ان شاء الله نورتنا وفرحانين بوجود مثل هيك اقامات فنيه عندنا بالعراق بصراحه نورتنا. اهلا وسهلا بك استاذ نورتنا. متابعينا ومشاهدينا الكرام الان راح نذهب الى فاصل واكيد بعد الفاصل نكمل باقي الفقرات.